اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي نجمان كبيران الكابتن الكبير سمير كمونه، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر والمدير الفني الحالي لفريق الشباب بالنادي الاهلي. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك، منور الدنيا. الله يكرمك. انا عايزك تفوق كده، احنا عايزين نعمل حلقه جامده جدا. تعبان 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 النهارده. وبسم الله الرحمن الرحيم، رضا شحاته على طول كده، الاسطوره الاسطوره الاسطوره. انا مش هسيبك النهارده حبيبي يا ميدو. بسم الله الرحمن الرحيم، رضا شحاته جون. الحمد لله الحمد لله. منور يا كابتن. منورك حبيبي. وكابتن كمونه طبعا سعيد ان انا شفته النهارده، ومن الناس اللي قريبين مني جدا، وانت كمان انت عارف يعني انت حبيبي يعني. انت يعني بتنيمني. انت عارف طول عمري انت عارف. بس ايه اللوك الجامد ده؟ والله حاجه كده يعني، مفيش فوق بقى، فنعمل دقنا اي حاجه. يلا ندخل في الاجواء بتاعتنا على طول، نشوف النادي الاهلي. كابتن سمير حقق الفوز الخامس على التوالي مع الاتحاد السكندري، قول لي اهم المكاسب اللي انت شفتها في المباراه دي ايه؟ رقم واحد يلا يعني طبعاً. نقول حالا الاهلي متقدم 2-1، ان شاء الله تبقى مباراه سهله نسبيا، وان شاء الله النادي الاهلي يكسبها باذن الله يعني. يلا اتفضل. توفيق طبعا للنادي الاهلي في جميع الالعاب، وحاجه مشرفانا الحقيقه، يمكن في اليد وفي الباسكت وفي كل الالعاب الحقيقه، يمكن عاملين انجازات كتير قوي، وافريقيا وسوبر، نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. تمام. اتكلمنا طبعا النادي الاهلي، يمكن زي ما انت قلت الفوز الخامس على التوالي زود رصيد النادي الاهلي ل 61 نقطه، فارق عن المقصه بسبع نقاط. تمام. المنافس الحقيقي للنادي الاهلي حاليا ده بنتكلم ورق، ما هو ورق، ما هو الناس، انما الطبيعي ان هو كان بيبقى عندك لو بعد المقصه المصري، بعد المصري سموحه، بعد سموحه الزمالك. يعني انت اتمنى ان هو ان شاء الله يعود للمركز يعني الطبيعي بتاعه ان شاء الله. اهم المكاسب ان الفوز طبعا رقم واحد الثلاث نقاط، ده ان هو حطك في مقدمه الجدول وترتيب الجدول 61 نقطه. تمام. بعدك عن المقصه والزمالك والمصري وسموحه تحتيك يعني بمسافه. طبعا بتهمد اللي تحتيك. وعايز اقول لك تملي، احنا بنتكلم على الاداء الفني للكابتن حسام، تطور كتير جدا على الفترة اللي فاتت، سواء من نواحي التكتيكية أو التنظيمية في الملعب. شفنا حاجات كتير قوي الفترة اللي فاتت النادي الأهلي ما كانش بيعملها، دلوقتي بيعملها. في حاجة جميلة تاني إن إحنا عايز أقول لك عليها، إن كابتن حسام ابتدى يستغل الصفقات اللي تعاقد معاها. فطبعا كولوبالي، وابتدى يستفيد بحمودي وبعض اللعيبة، وإن شاء الله الدور الجاي على بركات وبقية اللعيبة. فدي برضو من ضمن المكاسب اللي موجوده في المباراه. زائد عايز اقول لك الاداء الجمالي ابتدى يرجع تاني للنادي الاهلي. دي برضو ميزه من ميزات او استفاده من حقيقة. من حقيقة. المباراه فرقه الاتحاد الحقيقه كانت بتلعب كوره، يمكن يعني يمكن تعبت النادي الاهلي بعد فترات، خصوصا الشوط الثاني اخر ربع ساعه و10 دقائق، ان هم واضح ان هم بدنيا واقفين على رجليهم، لكن النادي الاهلي الافضل طبعا قدر ان هو بخبرته يحسم اللقاء، ان هو يفوز 1-0. وكان ممكن في عبد الله السعيد يقدر يجيب هدف في الدقيقه الاخيره، لكن ما كانش طبعا في توفيق فيها. المكاسب اللي احنا اتكلمنا فيها ده كابتن ميدو، طبعا كلنا يعني مبسوطين كاهلاويه او من عشاق النادي الاهلي، ان احنا بنقول مكاسب المباراه او مكاسب النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، ان هي على راسهم الصفقات اللي هي بتلعب بصفه مستمره دلوقتي، وعلى راسهم كولوبالي. فنتمنى لبقيه المجموعه ان هي طبعا تؤدي اداء جيد وتخش للتشكيل الاساسي ان شاء الله. انا كابتن رضا، لو عايز تضيف نقاط معينه ولا نروح؟ لا، نتكلم برضو على جزئيه النادي الاهلي. يمكن الفتره اللي هي اللي فاتت كنا معترضين شويه من بعد الدور الثاني، كان في المستوى في النادي الاهلي يمكن ما كانش فيه المستوى الفني اللي كابتن كمونه بيتكلم عليه، ما كانش ظاهر بالشكل اللي يرضينا. انما كنتائج وكورق وارقام، لا احنا طبعا النتائج كويسه جدا والارقام كويسه، بس احنا دايما احنا تعودنا كجمهور النادي الاهلي احنا طماعين شويه. تمام. عايزين كل حاجه فعلا، عايزين ناخد كل البطولات، وعايزين نبقى موجودين في كل حاجه، وعايزين نبقى اعلى حاجه في كل حاجه. فاحنا تعودنا على ده. فدايما لما بيبقى ناقصنا جزء معين فدايما بندور عليه. النادي الاهلي راجع الدور الثاني كان اقل فنيا شويه وبنكسب، بس انا عايز الحته الفنيه. بدات الامور تتطور، وبدات الامور الشكل بيتغير، وبدا النادي الاهلي بيعمل شكل في جمل واضحه. يعني ما اجي اقول ان كابتن حسام بيعمل جمله معينه، لا، في جمل واضحه في النادي الاهلي وصريحه تدل عن في شغل فني موجود، في اهداف معينه محطوطه للفرقه. تمام. عايزين نكسب كام، عايزين نعمل ايه، النتائج عامله ايه. فالحاجات دي كلها حاجات ايجابيه
بالنسبه للنادي الاهلي الاهداف اللي احرزت في النادي الاهلي مؤشر ان في شغل تكتيك عالي جدا. كابتن حسام الحته تقفل الملعب، الاهداف قليله جدا اللي داخله في النادي الاهلي، فده مؤشر ان الشغل الفني واضح ومعالم واضحه في النادي الاهلي. كنا بنعترض على الحته الهجوميه ان ما فيهاش حته فنيه، ولكن حاليا الفترة الأخيرة لا، النادي الأهلي ماشي بصورة إيجابية. نتمنى طبعا نزيد أكتر من كده، ولكن بالشكل المقبول حاليا احنا الفرق كويس، يقلقك المقصة شوية، ونتمنى ان الامور تفضل ماشيه في صالح النادي الاهلي. يعني الحته الهجوميه كان الناس بتشوفها ان هي مش حلوه عشان ما بقاش فيه اهداف كتير، لكن كوليبالي حلها شويه. يعني كوليبالي بالاهداف شوية اللي جابها، احنا بنتكلم على حته الجمل. الجمل يعني ممكن الجمل في وقت بتعمل جمل هجوميه واضحه وصريحه ما فيش اهداف، ده التوفيق. ولكن ما كانش في الجمله اصلا اللي بتتعمل عشان نقول النهارده ان هي مثلا ضاعت من اللي هي الاخر حاجه اللي هو احراز الهدف. ممكن انا كلاعيبه ضيعها بره، بس في جمله قبلها دي ما كانتش موجوده. احنا بنتكلم على جزئيه ما قبل الهدف. تمام، انا معاك، انا معاك برضو، بس برضو هفكرك ان كان في النادي الاهلي بيوصل كتير قوي، بس الفينشنج يا رضا او الكوره اللي هي بتيجي بقى تفنشها صح اللي هي تكمل لك الشكل الجمالي مش موجوده، فعشان كده انت بتشوف كل الشكل ما بيبقاش بالمستوى اللي انت عايز تشوفه. زائد برضو الجزء اللي اتكلم فيها كانت ممكن برضو في جمل ما بتتبنيش صح من الاول. طيب انا هقول لك ان انا دايما ببص لها من حته تانية. يعني فاكر ايام مستر مانو لما كان فيلافيو موجود في نادي الاهلي، الناس كلها بتقول عليه هو لعيب مش مؤثر عشان ما بيجيبش اهداف، ولكن انا كنت دايما شايف ان هو لعيب ايجابي جدا. لعيب ايجابي جدا جدا ومؤثر في الملعب. بالزبط. هو ما فيش توفيق في الحته دي، فانا دايما ببص لها من دايما اللي هي الجمله اللي قبل. ما بحبش ابص دايما على الاخر، انا بحب دايما ابص على الجمله من الاساس طالعه عامله ازاي وشكلنا ايه. تمام. ولو الجمله اتكررت مره واثنين وثلاثه يبقى ده شغل فني. تمام، مش صدفه. تمام كابتن سمير، يعني طبعا كنت مسك ما شاء الله عليك، شايف دفاعات النادي الاهلي عامله ازاي؟ يعني ظاهره واربع اهداف لغايه دلوقتي، ما شاء الله ما شاء الله، نمسك الخشب يا جماعه. يعني شايفها ازاي؟ لا، في العموم مدافعين النادي الاهلي هي مدافعين المنتخب، فده صح. يعني الكلمه بتعبر عن نفسها. تمام. فلما يكون عندك لعيبه كويسه زي سعد سمير، وعندك رامي ربيعه وحجازي، انت منال الشفاء العالي ان شاء الله، ونجيب اللي هو يستحق كل تقدير المباراه اللي فاتت. انا معاك، وعايز اقول لك نجيب عنده ميزه ان هو لما بيلعب بيبقى كويس عشان بيتمرن كويس جدا. لما المدرب بيطلبه دي ميزه، خلي بالك في اللعب، لما لعيب بيتمرن كويس ويبقى يكون احتياطي والمدرب يطلبه انه يلعب اساسي وبيبقى كويس، دي بتبقى ميزه. فنجيب من اللعيبه كويسه، حافظ مكانه، بيلعب اللي هو حافظه او اللي هو عارفه، فدي خلي بالك دي ميزه ما هياش عيب. طبعا طبعا، ان هو عارف طبعًا امكانياته. كابتن رضا، كابتن ميدو، ان هو بيبقى عايز اقول لك عارف امكانياته كويس قوي، بيلعب على قد امكانياته. امكانياته نجيب، انا بحييه الماتش اللي فات الحقيقه، كان الكابتن حسام قعد يسقف له المباراه اللي فاتت ويشجعه على ادائه الراقي، ان هو لما بيلعب اللعب السلس، اللعب اللي هو حافظه وفاهمه، عشان كده بيطلع بصوره كويسه. بالظبط، حتى يعني تلاقي حجازي تقول ايه حجازي هيغيب، الناس تحط ايديها على قلبها. لا، مش عارف رامي هيغيب، لقينا سعد. حجازي غاب، لقينا ما شاء الله يعني رامي. كله يا كابتن سمير، يا كابتن رضا، تحس ان مفيش حد بيغيب بيعمل تاثير في القصه. بالظبط، يعني احنا حجازي غاب، رامي لعب شويه وبعدين اتعور، نجيب دخل مكانه، يبقى هو وسعد. تحس ان في تجانس، مفيش غياب، مفيش بعد، يعني تحس ان مفيش فرق. فدفاع النادي الاهلي بيمتاز بالقوه والسرعه زائد الاستقرار، وعامل ميزه كويسه قوي السنه دي ان هم داخل في مرماهم اربع اهداف، تحسب لهم طبعا اقل اهداف ممكن شفناه يمكن في افريقيا، مش في النادي الاهلي بس. فعلا، والنادي الاهلي عامل ريكورد برده كويس ان هو بقاله اكتر من 25 مباراه بدون هزيمه تقريبا على ما اعتقد، يعني بمباريات افريقيا، ودخل يعني نقول احسن اهداف واقل اهداف داخل في النادي الاهلي. فبالتالي دفاع النادي الاهلي عايز اقول لك بخير، وعندنا سعد برده ماشي كويس، وسمعنا الفتره اللي فاتت ان هو جاي له عقد في باوك والترجي وكذا، زي ما بنقرا يعني بعض السوشيال ميديا وكده. ده سعد لو راح باوك هيخرب الدنيا هناك، هيبوظ الدنيا هناك. بالظبط كده، ربنا يستاهل الحقيقه، لعيب كويس، مجتهد، لعيب احسن مدافع، مجتهد. وده ده ده عشان نقول ان دفاع النادي الاهلي بخير، داخل في مرمارة اربع اهداف بس، اربع اهداف ومصلوح بيجي للمباراه واحده. كابتن سمير، يعني هدفين في مباراه واحده كان، برافو عليك. زائد المدافعين بيجيبوا اهداف، يعني حجازي بيجيب في مباراه افريقيا، سعد سمير بيجيب في الدوري، رامي كان بيجيب في الدوري، واخد بالك. وكمان
لما تتكلم على مدافعين من احسن مدافعين وبيلعبوا في المنتخب وبيجي لهم عروض احتراف مفيش شك يعني مفيش شك ان هم ماشيين كويس ويعني نحييهم على ادائهم الراقي الفتره ما شاء الله ما شاء الله. يعني يا رضا هروح لك بسؤال، يعني الناس بيقول لك لسه بدري الاهلي حسم الدوري ولا ما حسموش، تفتكر المقصه؟ طب استنى ما فيش يعني بص السؤال ده في النادي الاهلي معروف اجابته، مفيش حاجه لا احنا اسمها احنا حسمنا دوري، لا أنا في حاجه اسمها شكرا انا معاك انا معاك لما نحسم الدوري فعلا بنقول بالظبط كده. لا احنا بنتكلم احنا كناس يعني في الكوره وناس بتبص لبعيد شويه تمام. منافسك الحقيقي نادي الزمالك خلاص بعيد قوي، يعني خلاص انسى، يعني انسى النادي الزمالك يبقى منافس السنه دي خالص تمام. المقصه بتكلم بقى عن المقصه، الفرق السبع نقاط دول، هل المقصه هيحافظ على مستواه الثابت ده؟ وما شاء الله عليهم، احنا لسه كنا بنتكلم مع محمد ابراهيم حاجه تفرح، واتكلمنا مع الكابتن ايهاب جلال حاجه تفرح، هل المقصه ممكن يستمر في تفوقه وفي يكسب بره ويكسب جوه، وهل الاهلي ممكن يخسر نقاط؟ لا الدوري فيه كل حاجه. المقصه يقلقني طبعا. انت في مباراه بين الاهلي والمقصه، يعني في 3 بونت تمام، يعني هو بيتكلم ان في 4 تمام، مش فرق مش 7، يعني هو بيفكر كده، هو الفرق 4 وحقه يفكر كده هو فرقه النهارده تقلاك ليه؟ لان الطبيعي في الدور الثاني الفرق اللي بتنافس للنهايه دايما بتيجي الدور الثاني بتقع، لا بالعكس هم مكملين برضه، فدول قلقينك. يمكن نادي الزمالك شويه اللي مش قلقني في نادي الزمالك ان نادي الزمالك الشغل الفني لا الزمالك بعيد خالص، لا انا بتكلم على المستوى، والمستوى بعيد خالص، المستوى بعيد شويه بعيد، فبدا يدخل في حته كده مش هتبعده شويه الفتره اللي جايه، ولكن المقصه هو اللي قلقك والمصري قلقك. فرقتين اقوياء، فرقتين هيبقوا موجودين بشكل كويس. قلقني المقصه قلقاني لان دايما المقصه عندها حلول في الملعب، الشغل الفني واضح وصريح، وكل مباراه ليها حسابات غير المباراه اللي قبلها، ما شاء الله عليه. والتماسك في لحد الوقت ده بيقول ان لا اللعيبه نفسها، خلي بالك اللعيبه دلوقتي بدات طموحها بيعلى طبعا، الموضوع اختلف. طب الطموح بدا يبقى خلاص طبعًا. احنا عايزين، لا احنا بننافس النادي الاهلي، فبدا الطموح يعلى والاداره بدات تدخل في السكه دي، فهي القصه كلها بدات تقلق ان الشغل الفني بقى واضح، الطموح عالي عند نادي المقصه، عنده مباراه بينك وبينه هو عايز يكسب، فهيبقى الفرق 4 بونت، ممكن الاهلي يتعادل في لقاء، ممكن يحصل حاجه فيبقى قرب فيعمل ضغط على النادي الاهلي، ولكن لو وقع، لو المقصه في الفتره اللي جايه وقعت مباراه او حاجه هيبقى خلاص، هيبقى الموضوع صعب جدا، هيبقى الموضوع بقى صعب. حته الطموح هتقل، لان اللعيب هنا مش لعيب اهلي وزمالك، مش لعيب بتاع اللي نحاول يرجع بسرعه ويحاول يبقى موجود، لا هتبقى الامور صعبه جدا على نادي المقصه. فانا شايف ان هم الفتره اللي جايه لو يعني لو ما خسروش نقاط جايه هيكملوا معاك للاخر، فلو خسروا لقاء او حاجه حصلت هيبدا عندهم مباراه صعبه قوي. كابتن سمير المقصه عندها مباراه الزمالك بس هتتأجل، لا ما هتتلعب في ميعادها، هتتلعب يوم الاثنين، ممكن تتأجل، هتتلعب. الزمالك طالب التأجيل الحقيقة، الزمالك طالب ليه؟ طالب التأجيل ليه؟ ما اعرفش، لا اعتقد ان هي هتتلعب يعني في ميعادها، يعني عشان برضه يعني تكمل كلامك يا كابتن رضا، لو فعلا فقد نقطه حتى المقاصة هيهدوا طبعا هيهدى خالص، بس اللي عنده مباراتين يعني سهلين يعني نوعا ما، الطموح بيعلى طول ما انت قريب، طول ما انت قريب من نادي الاهلي هيفضل طموحه موجود، اول ما يبدا الموضوع يقل سنه خلاص هيبقى الفرق بتتكلم في 8 او 10 بونت، هيبقى الموضوع هيبقى صعب قوي. تمام، مع النادي الاهلي بالاخص هيبقى الامور صعبه. تمام، يعني نطلع يا جماعه نشوف تقرير كده عن ابرز ظواهر الدوري ونرجع لحضراتكم على طول، استنوا. خطف دفاع الأهلي الأضواء في الأسبوع الماضي بعدما حافظ الفريق الأحمر على نظافة شباكه، واستطاع أن يعبر بالفريق مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري في عقر داره رغم غياب النجم الدولي أحمد حجازي للإصابة. واستقبل الشباك الأهلي في مسابقة الدوري خلال الموسم الحالي 4 أهداف فقط، وهو ما يعكس التكتيك المميز الذي يلعب به الفريق الأحمر. وتصدر أبناء محافظة أسوان المشهد في الأسبوع الماضي بعدما فاز فريق أسوان على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في الجولة 24 للدوري سجله مصطفى البدري. ونجح الفريق الآخر الممثل لمحافظة أسوان النصر للتعدين في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعدما فاز على الداخلية بهدف نظيف ليحيي أماله في البقاء بالدوري.
وشهدت مباريات الأسبوع في الدوري الممتاز 11 هدفا خلال 7 مباريات بمعدل 1.57 هدفا في اللقاء. وشهد الأسبوع أيضا تألق لاعب الوسط وإحرازهم الأهداف، وعلى رأسهم عمرو السلية لاعب الأهلي الذي أحرز أول هدف بالقميص الأحمر بالدوري بجانب حمدي فتحي ومحمد هلال ومصطفى البدري. الأسبوع شهد احتساب 3 ضربات جزاء سجل منها المقص هدفين، وأهدر بتروجيت الثالثة عن طريق فيكتور أومو. وشهد الأسبوع 19 إنذارا دون احتساب أي بطاقات حمراء. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني كام يا جماعة المباراة 9-7؟ ماشي إن شاء الله، يعني كده هو معاكم لحظة بلحظة. احنا قاعدين بنتكلم وقلبنا مع الفرق اللي كانت الطايرة، بس للأسف 10-7. يعني لا، إن شاء الله تبقى مباراة سهلة إن شاء الله. كابتن سبيدي تعالى نروح لعلي معلول. يعني كنت لسه بتكلم عليه قبل ما حضرتك تشرفني، لسه علي معلول ما يعني مش علي معلول اللي احنا عارفينه. تفتكر إيه الأسباب اللي مخليه علي معلول مش ظاهر بالمستوى بتاعه اللي هو يديلك 90% أو 80% حتى؟ هو علي كلنا مقتنعين، واحنا مش هنقيم علي دلوقتي. اوكي، اكيد هو لاعب دولي منتخب تونس ولعب في الدوري التونسي، ومن خلاله طبعا النادي الاهلي كان متابعه وجي الفريق الاول النادي الاهلي وظهر بصوره طيبه بعد الفترات، وبعد كده ريح شويه كابتن حسام لاعب حسين السيد، وبعد كده لاعب صابر رحيل، فابتدى يخش التيم تاني. لكن انا ليا وجهه نظر ان هو يعني صبري يعني سوري معلول من اللعيبه الكويسه جدا، وباك ليفت عصري. امتى ازاي بيعرف يدافع وازاي يعرف يهاجم بين التوقيت المناسب، هو ذكي جدا. لكن هي المشكله مش في تقييمه كلاعب كويس ولا وحش، هي المشكله دلوقتي ان هو جاي له اكتر من عرض مشتت، وعلي دماغه مشتته. هيمشي هيقعد هيلعب اساسي في الاهلي، لا هينزل شوط تاني، فكل دي امور فنيه برضو بتاثر على النوع يعني سايكولوجي شويه كابتن ميدو، يعني بتاثر على اللاعب في الملعب سواء في التمرين بقى او في المعسكر او في الماتشات، وفي المنتخب التونسي برضو ممكن تاثر عليه شويه. فهو لازم يبقى واضح وصريح مع نفسه، يعني هل هو ابدى رغبته في الرحيل ولا هيكمل مع النادي الاهلي، فدي هتفرق معاه من نواحي كتير قوي، خصوصا من النواحي الفنيه. انما يعني هي الفتره اللي فاتت او الماتش اللي فات ابتدى يخش يعني المود شويه، ابتدى يخش ويرجع لمستواه شويه شويه. انما لو هو ركز واتفق ان هو يا قاعد يا ماشي، هيبقى احنا عارفين وهو عارف. بس هي دي هتريحه نفسنا وهيطلع حاجه كبيره بالظبط احنا نبقى عارفين. انما اكيد يعني الاداره قعدت معاه وكابتن حسام الفتره الاخيره، وان شاء الله يكونوا اتفقوا على اتفاق يعني للصالح العام ان هو يبقى موجود، ان سوري معلول ان هو لعيب كويس، ونتمنى ان هو يبقى متواجد مع النادي الاهلي. يعني تمام، يعني نشوف ناخد كده لمحه سريعه كده عن المباريات الاسبوع الماضي. كانت الداخليه في النصر التعدين كابتن سمير وخلصت 1-0، النصر التعدين كسب. كان وادي دجله والشرقيه، دجله كسب 2-2، والمقاولين والمقصه، المقصه طبعا كسبت 2. اسوان والطلائع، اسوان كسب 1. الزمالك، شايف فرق القاعة عاملة طفرة، يعني عاملين طفرة كابتن رضا، يعني أسوان ونصر التعدين عاملين الدور الثاني. يعني تقريبا مش من المباراة دي، يعني هو بقى لهم الدور الثاني أول ما بدأنا وهم عاملين حالة شكل. يعني ده لو الدوري بادئ كده كان الموضوع كان هيبقى متغير، مختلف مش عارف ليه. هنتكلم برضو فيها. الزمالك وإنبي، إنبي كسب 2 مقابل لا شيء. بتروجيت في الإنتاج، كان التعادل إيجابي بهدف مقابل هدف. الاتحاد السكندري والأهلي، الاهلي كسب بهدف مقابل لا شيء. كان النهارده السبت في بتروجيت والاتحاد، او بكره ان شاء الله السبت في البتروجيت والاتحاد، وفي سموحه وبيدفست، وفي طبعا احنا جايبين معانا كمان الماتشات اللي خلينا في الماتشات الدوري. في الداخليه في الانتاج يوم الاحد ان شاء الله، يوم الاحد المقاولين في التعدين، يوم الاحد الزمالك في المقصه، يوم الاحد الساعه 9:15 مساء الاهلي في اسوان. ان شاء الله كل التوفيق للاهلي. النهارده كابتن سمير، كابتن رضا، فاز فريق طلائع الجيش على وادي دجله بهدف مقابل لا شيء، كان من ضربه جزاء برضه، نتيجه عكس سير المباراه. لو كنت اتفرجت على المباراه كان وادي دجله مسيطر على معظم
معظم اوقات المباراه كابتن سمير، لكن كره كده الجيش اقتنص هدف من ضربه جزاء سجلها عاصم صلاح في الدقيقه 7 نفس اللي حصل في 50 في الجيش الاسبوع الماضي مع اسوان نفس ال بالظبط كان تقريبا يعني المباراه هي كوره كده لو انت مش مركز 90 دقيقه هتلاقي حاجات عكس كل حاجه عكس كل التوقعات. تمام. والاسماعيلي كسب الشرقيه بثلاث اهداف دون رد برضو طبعا يعني لا حسن عبد ربه هدفين وابراهيم حسن بهدف. الاسماعيلي اقوى. الشرقيه بيعاني من شبح الهبوط وعنده الشرقية مشكله. الشرقيه كسب الزمالك الظاهر حصل لهم دروب نفسي او حاجه. بس هو الاسماعيلي يا كابتن كمونه في حاجه مش يعني مظبوط مش طبيعيه مش ده نادي الاسماعيلي اللي كنا بنلعبه قبل كده او احنا قلنا المكنه قبل كده ما طلعش قماش خلاص بقى مفيش ناشئين مفيش نجوم الامور الماديه حسن عبد ربه كانوا بيعتمدوا عليها وابراهيم حسن في الامور الماديه يعني بتبقى ممكن ليها عامل كبير ثلاثه برضه بيسندوا انما طبعا الامور الماديه الاسماعيلي طول عمره بيعاني ماديا وكتر خير الدنيا ان هو بيوصل بصراحه بالظبط يعني من الفرق اللي كانت انا شخصيا بحب اتفرج على النادي الاسماعيلي بيلعبوا كوره كويسه جدا عندهم لعيبه وبتفرج الاهلي والزمالك وقبل كده لعيبه احترفت مع احمد علي احترف في السعوديه في الهلال وحسني احترف قبل كده برده في السعوديه يعني برده بيودوا لعيبه بتحترف يا كابتن ميدو وزائد اللعيبه اللي هي زي ما اتفقنا حلوه احنا بنقول الكوره دي صناعه يعني بيودي نادي الاهلي وبيودي نادي الزمالك وبيطلع بره يعني دلوقتي مفيش حد خالص مفيش لا بيروح على مستوى الانديه هنا لا ده انت دلوقتي كابتن محليه ولا حتى بيحترف بره يا كابتن ميدو فدي برده اثرت على اداء نادي الاسماعيلي الفتره اللي فاتت يعني انت بتشوف سعفان الصغير سعفان الصغير لما بيقعد على الدكه بيبقى هيتجنن عشان نادي الاسماعيلي ده بص الحب للنادي سعفان بس سعفان من الجيل المحترم يعني جدا يعني تعالى نتكلم على الفرق اللي تحت كابتن رضا يعني مثلا النصر التعدين كسب الداخليه بهدف زي ما انت قلت النصر التعدين لو ماشي كده من تفتكر النقله الفنيه يعني بتولي المسؤوليه المدير الفني ممكن يعمل طفره في وقت قليل لا ما يلحقش ما يلحقش هي الفكره كلها ان المدير انا بقول وجهه نظري ان المدير الفني بيلعب على الحته النفسيه اكتر من الحته الفنيه ان هو يقدر يدخل للعيبه ان هي اللعيب يبقى بيحبه شخصيا فيبدا الحته النفسيه بتعلى فيبدا الجزء البدني هيلعب على الجزء البدني فيبقى متقبل هيبدا حالته النفسيه هتعلى فممكن دي الفتره القصيره تجيب حاجه نتيجه تجيب نتيجه بسرعه يعني تفتكر ان احمد كشري قدر يوصل للعيبه نفسيا طبعا اكيد في الفتره اللي فاتت دي فاكيد هي النتيجه دي هتبقى طيب ان هو ان هم يحبوه اكتر الاول نساله كابتن احمد كشري المدير الفني لفريق التعدين اهلا بيك حبيبي كابتن عبد الحميد منور الدنيا ومنور بيتك الله يخليك وسلام للكابتن طبعا ريتا شحاته وكابتن سمير كمونه نجوم كبار اهلا بيكوا وسعيد ان انا معاكم اهلا بيك كشري مبروك الماتشين اللي فاتوا يا كابتن كشري حبيبي يا كابتن سمير ربنا يخليك توفيق ان شاء الله في اللي جاي يا حبيبي يعني كل التوفيق ليك يا كابتن كشري كنا بنتكلم دلوقتي مع كابتن سمير وكابتن رضا عن يعني ليه التعدين ما كانش ظاهر كده فاحنا اتكلمنا ان ممكن المدير الفني بيعرف يعامل لعيبه نفسيا طبعا لسه فنيا اكيد لسه لمساتك ما ظهرتش قوي او ظهرت يعني بنسبه قليله بس ان شاء الله تظهر بعد كده زي ما الكباتن باركولك على المباراتين السابقتين عندك مباراه المقاولين مباراه مهمه جدا المباراه اللي جايه اكيد طبعا انا سمعت جزء يعني من كابتن رضا وكلامه مظبوط يعني طبعا الحته اللي هو العامل النفسي ده اهم حاجه في الفتره دي طبعا لعيبه لما تكون داخل على فرقه النتائج بتاعتها بقى لها كام ماتش بتتهزم في نتائج كبيره اكيد نفسيا بيبقوا واعيين يمكن الحمد لله انا يعني كان ليا تجربه معاهم لما كان معايا الكابتن اسامه عرابي ما كنت معاه انا عارف اللعيبه وعارف قدراتهم جدا وعارف امكانياتهم وهم اللعيبه يمكن كانوا طالبيني هم يعني اكثر ناس كانوا عايزين كانوا اللاعبين وعلاقتي بيهم طيبه الحمد لله فطبعا اشتغلت على النواحي الايجابيه في اللاعب اللي هو الطاقه الايجابيه اللي عندهم ازاي اخرج كل واحد الميزه بتاعته واظهرها له ان هو مميز في الحته دي وان هو هيفيدنا لما يعملها طبعا التوفيق بتاع ربنا يعني نواحي فنيه ما اشتغلتش فيها كتير ولكن يمكن انتوا عارفين فرقه نصر التعدين كان عندهم مشكله في التنظيم في الملعب اكيد اكيد التغطيه في الحاجات دي يعني الحمد لله ربنا يعني كرمني بقدرت ان انا يعني اظبطها معاهم يعني بدليل المباراه بتاعه الداخليه مش هقول مباراه وادي دجله ان احنا تحولنا من الشوط الاول للشوط الثاني هجوميا ولكن
مباراة الداخلية بفضل الله يعني أول مرة فريق النصر السعودي ما يخشش فيه جون خلال مشواره في الدوري كله. فعلا دي حقيقة، دي حقيقة. الكلام ده أنا اتكلمت معاهم في المحاضرة وقلت لهم إحنا المباريات اللي هي بتبقى في 6 بوت والمباريات مع الفرق المنافسة بتخلص بهدف واحد ما بيتكلمش عن كده. حلو. فلازم نقفل الحتة دي، فالحمد لله ربنا قدرني يعني إن أنا أعمل حاجة في التشكيل كده، غيرت في الأسلوب بحيث إن أنا أعرف أقفل عمق الملعب او اعرفها في الحته اللي هي فيها مشكله عندنا. تمام. يبقى فيه مسانده. تمام. الحمد لله التوفيق طبعا بتاع ربنا، هم الاولاد عايزين وعندهم اصرار وطبعا حسوا بالمكسب الاولاني مع فريق وادي دجله فاداهم اصرار اكبر ان هم ممكن يحققوا النتيجه ايجابيه في الماتش الثاني، والحمد لله رغم ان احنا الهدف يا كابتن جه بدري، وانت عارف لما تكون بتلاعب فرقه على ملعبها وتجيب هدف في الدقيقه 23 الشوط الاول فالمباراه لسه بتتصعب. ومع ذلك يعني الحمد لله المباراه مشيت بشكل كويس بشكل يمكن احنا اتكلمت مع لعيبه في فتره قلت لهم المفروض ان نشتغل على ان احنا نخلي الفرق تتطبع بلعبنا مش احنا نتطبع بلعبهم. حلو. احنا مفتقدين حاجات كثيره جدا، النواحي البدنيه عندنا مشكله فيها شويه. او لما جيت لكن لان يعني كان في مستثمر وبتاع وكان في مدرب قبل كده الراجل اجتهد معاهم، ولكن كان في مشاكل وكانوا بياخدوا اجازات لدرجه ان انا قبل ماتش وادي دجله كابتن كان لعيبه واخده 8 ايام اجازه. طبعا 8 ايام اجازه دي عايزه فتره علاج جديد، عايزه فتره ثانيه. 8 ايام كتير قوي. طبعا يعني كنا بنسابق الزمن ان الشغل البدني بالكوره. هم كانوا مستجيبين بصراحه، يعني استجابوا في الفتره دي ان الحمد لله قدرنا ننمي شويه النواحي البدنيه واللعيبه بالروح والحاجات دي عوضت عندهم كانه المخزون بتاعهم البدني. فالحمد لله طبعا التوفيق بتاع ربنا يعني والمكسب رقم واحد واثنين وثلاثه، يعني انا بهدي للعيبه لان هم اللي بيأدوا، لان انا ما غيرتش حد، هم دول نفس اللعيبه اللي كانت بتلعب المباريات اللي فاتت ما دخلش عليهم لعيبه دي. يعني ان شاء الله كل التوفيق معاك كابتن احمد. يعني بايجاز يعني شايف حظوظك من البقاء بتحسبها مباراه ولا سايبها كده ولا عامل لها باكج معين بتفكر فيها ازاي؟ والله ما اضحكش عليك يعني الامور ما زالت صعبه جدا، الفرق اللي معانا برضه فرقه قويه وبتنافس تكسب، ولكن احنا ماشيين ماتش بماتش وما بفكرش في المباراه اللي بعدها خالص، ما بجيبش سيرتها ما بتكلمش فيها، تركيزي في المباراه اللي انا بلعب فيها، بدرس الفريق اللي هنلعبه، بنشتغل الشغل بتاع المباراه. فطبعا عندنا طموح من مكسب لمكسب بيكبر الطموح عندك، فنتمنى ولكن احنا ظروفنا اصعب من الفرق الثانيه، ولكن عندنا لاعبين عندهم روح عاليه حابين ان هم يستمروا في الدوري. ودي اهم حاجه، ودي اهم حاجه. يعني الروح المعنويه العاليه واصراركم على البقاء ان شاء الله كابتن احمد، كل التوفيق ليك وان شاء الله تعمل اللي عليك واللعيبه تعمل عليها، وان شاء الله اللي عايزه ربنا يكون في الاخر. يعني نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم مع ضيفي الكرام كابتن سمير كمونه وكابتن رضا شحاته. استنوا اهلا بحضراتكم من جديد. يعني النتيجه ماتش اليد 14 كام يا جماعه؟ 14 13 اهي قدامكم على الشاشه ان شاء الله. مش عارف النهارده في ايه ماتشات مع قربه لينا شويه، ان شاء الله تبقى النتيجه في مصلحه الاهلي. يعني خلينا في جو الفرق اللي بتنافس او بتصارع على الهبوط يا كابتن رضا كابتن سمير. ناخد الشرقيه، عماد النحاس كسب الزمالك وبعد كده ما تفهمش ايه اللي حصل. هو اتغلب ماتشين بعد الزمالك. اتغلب
اسماعيلي النهارده 3 اتغلب الماتش اللي فات اللي قبليه مين؟ كان الشرقيه دجله. دجله فيعني برضو الشرقيه برضو عايز اقول لك من الفرق كويسه، انما وعماد برضو واخدها يعني مجروحه قوي بالظبط. يعني عايز اقول لك يعني بس هم يعني امكانيات مفيش امكانيات يعني. كسبوا الزمالك الزمالك مش في حالته يعني، معرض ان اي فرقه ممكن تكسبه السنه دي، المستوى الفني بتاعهم صعب جدا، لكن انا بتكلم انت كسبت نادي كبير برضو يعني لازم روحك المعنويه ترتفع ولازم ده الطبيعي، انما في فرق بتبقى العكس. في فرق بتبقى العكس، بتكسب فرقه كبيره بتريح وتغلب ماتش الزمالك بقى بقلله قدره صعب جدا المدرب يعرف يلم الحاجات دي، هم مش متعودين على كده. فرقه طبعا امكانياتها قليله، مع ان جوه الفرقه فيها لعيبه كويسه، لعيبه امكانياتها كويسه، عناصر افراد كويسه، يعني العناصر اللي موجوده في اللعيبه بتتحرك والكلام ده كله، انما في نوعيات من اللعيبه والفرقه رضا ما انت عارف انما تكسب مثلا الاهلي او الزمالك خلاص كده تقعد بقى 3-4 ماتشات ما تلعبش، انما برضو كابتن عماد برضو معذور، هو واخد الفرقه برضو منهاره شويه من النتائج والترتيب، فبيشتغل معاه على قد ما يقدر، فهو بيحاول ونتمنى له التوفيق يعني. اعلق انا على حته الفرقه دي. طب نشوف قبل ما نتكلم على، عايز تعلق على جزئيه الشرقيه؟ على جزئيه المكسب الزمالك. نتكلم على الاسماعيلي انت كنت بتتكلم عليه رضا. تمام. يعني قول لي برضو الاسماعيلي انت شايفه ازاي دلوقتي؟ مش عايزين نقارنه بقى بالفترات اللي فاتت. ما احنا مش عايزين نقارن الفترات اللي فاتت، ولكن الحاجه الايجابيه النهارده انا مبسوط منها جدا، حسني بدا يدخل تاني وفي هدفين والاسماعيلي بدا في مكسب، احنا عايزين دايما الاسماعيلي يبقى المكسب واداء ومستوى عالي، احنا يعني دايما بندور على ان احنا المتعه في الاسماعيليه. طبعا احنا ده معروف، فلما بتقل شويه احنا بندور عليها كلنا، ولكن نتمنى لهم طبعا التوفيق وحاجات ايجابيه، والسنه دي خلاص يعني يبدا برضو يرجع الفورمه، والموسم الجديد يبدا الامور تتحسن ويبدا يبقى في حاجات ايجابيه افضل. طيب ناخد الكابتن ابو طالب العسوي. كابتن ابو طالب العسوي المدير المدرب العام لفريق نادي الاسماعيلي، اهلا بحضرتك. اهلا بيك كابتن حميد وتحياتي لضيوفك الكرام كابتن سمير كمونه وكابتن رضا شحاته. كمونه كابتن رضا شحاته الفل عليكم. ازيك كابتن؟ عامل ايه يا كابتن؟ وحشنا والله. منورين الدنيا يا حبيبي، ربنا يخليك. منورك كابتن، ربنا يخليك. منورنا يا كابتن ابو طالب، وحشني جدا. ربنا يخليك يا حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. وكل التوفيق معاك، وطمني على الفريق والف مبروك طبعا على النتيجه النهارده. والله الحمد لله احنا بنحمد ربنا، بنقول النهارده يعني ايه السنه دي احنا بنقول سنه استثنائيه للاسماعيلي، صعب جدا الاسماعيلي بقى في المركز العاشر والتاسع والثامن والكلام دوت، لكن قلنا احنا قابلنا المهمه في ظروف صعبه، وبنقول احنا اولاد النادي واحنا اللي يعني حالتنا الشغل والاجتهاد والتعب والتوفيق بتاع ربنا. اكيد. يمكن الدور الثاني الحمد لله كان في تحسن في الاداء، والناس كلها استحسنت الاداء الحمد لله، بدايه مباراه الاهلي طلع فريق كبير بطل كبير، قدرت تعمل معاه مباراه جيده وعملت معاه درون كويس، بعد كده سلسله المباريات بعد كده كويسه، اخرها مباراه المقاصه كنا ند قوي جدا للمقاصه، كنا احنا دي حقيقه فترات كبيره جدا دي حقيقه. يعني لو كان في توفيق كان ممكن نكسب كمان مش نتعادل، لكن بنقول المقاصه من الفرق الكبيره حاليا واقوى اقوى خط هجوم وعندهم استقرار اداري واستقرار فني. يعني بنحيي الجهاز الفني الكابتن جلال والكابتن حمد ايهاب وكل الناس، بنقول الاسماعيلي قادم يا كابتن، وان الاداء كويس لكن النتيجه كانت معاكسه شويه. اكيد. الحمد لله النهارده بنحمد ربنا، يعني فريق الشرقيه ما فيش فريق صغير وفريق كبير غير في الملعب بالجهد والعرق وال90 دقيقه. الشرقيه لسه كسبان الزمالك من مباراتين يعني. كسبان الزمالك وكسبان المقاولين، فاحنا طبعا خفنا من المفاجات واتفرجنا عليهم اكثر من مره، سواء ماتش الزمالك ماتش دجله، واللعيبه عملنا لهم محاضره فيديو وكده، واحترمنا فريق الشرقيه جدا وقدرناهم، لكن احنا كان عندنا اخطاء تسببت في الثلاث اهداف بتوع المقاصه الحمد لله اشتغلنا عليها الاسبوع ده وعالجناها. كان عندنا برضو ان احنا بنضيع فرص كتير، يعني الحمد لله برضو اشتغلنا عليها كتير، والنهارده ربنا اكرمنا وثلاث اهداف وعوده النجم برضو حسني عبد الوهاب، ان هو زي ما قال كابتن رضا هدفين، وحسني نجم كبير وخبره كبيره. اكيد. يعني بنقول الاسماعيلي على الطريق الصحيح، ونتمنى يا رب ان احنا نرضي طموح جمهورنا ونقدر نرجع تاني، لان بنقول الاسماعيلي هو الضلع الثالث للكره المصريه، اهلي وزمالك واسماعيلي دايما ابدا هم اللي الناس بتحب تتفرج على الفرق الكبيره، خاصه الناس مالي كورته الحلوه، فنتمنى العرض الرجوع ان شاء الله عشان نرضي طموحنا وطموح ادارتنا وجمهورنا، ويبقى في منافسه جميله على الدوري طبعا بتواجد الاسماعيلي مع المصري مع المقاصه مع انبي مع
سموحه مع الاهلي طبعا في الاول ومع الزمالك، نتمنى ان شاء الله كده باذن الله. ان شاء الله كابتن ابو طالب، ده مش جماهير الاسماعيلي بس اللي مستناكم، ده جماهير الكره المصريه. يعني انتوا برازيل فعلا، مصر، وطول عمركم معودنا على كره الاسماعيلي الحلوه اللي كل الجماهير بتقعد تستناها عشان تتفرج عليها ان شاء الله. ترجعوا بقوه ان شاء الله. ابرز السلبيات اللي حطيتوا ايديكم عليها اول ما توليتوا المسؤوليه كانت ايه؟ يعني يمكن ما اخبيش عليكم، كنا احنا شغالين نفسي بشكل كبير جدا، لان احنا لما جينا اشتغلنا مع الفريق يعني كان عندهم حاجز نفسي رهيب ان هم مش قادرين يكسبوا. تمام. تعادلات كتير، مش مصدقين ان هم ممكن يكسبوا. بيجي فين يلا حتى بيجي فينا جون بنتعادل، بنكسب بالعافيه او نتعادل، اما بيجيب جون بيدخل فينا جون، فكان في حاجز نفسي. تمام. اللعيبه كانت قلق نفسي. فاشتغلنا على العام ده كويس جدا، ان انتوا لعيبه كويسه. طيب المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادي ومجلس الاداره بالكامل فترات كبيره جدا مع اللعيبه، خاصه الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبل مباراه التعادل، برضو عامل نفسي كويس جدا. زي ما بقول لك في دفعه معنويه من الاداره، واحنا شغالين النفس جنب الفني، عايزين نرجع كره اسماعيلي حلوه، عايزين نعمل نتائج الحلوه. واحنا بنقول للناس يعني جمهور اسماعيليه وعشاق اسماعيلي، معلش استحملونا واعذرونا، هي سنه استثنائيه بحلوها بمرها تعدي، لكن ان شاء الله الرحمن على بدايه موسم باذن الله هيبقى في فريق يليق باسم النادي الاسماعيلي، نحاول نقدم الكره الحلوه والنتائج الحلوه اللي نقدر نرضي بيها زي ما بقول لك طموح جمهورنا، ونقدر نسعدهم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن طالب كل التوفيق ليك، وسلامنا لكل الجهاز الفني ولكل اللعيبه كل اسماعيليه، وان شاء الله تشرفنا هنا في استوديو الاهلي، تنورنا ونعمل معاك لقاء يبقى لقاء مميز جدا. كابتن ابو طالب العيسي، وشكرا جدا. كنت عايز تعلق على الشرقيه؟ انا عايز اعلق على الفرق اللي هي في القاعه اللي احنا بنقول ليه الطفره في الدور الثاني بيحصل، او ليه بيكسبوا. خلي بالك ان الدور الثاني دايما بتبقى القصه بالنسبه للاعيبه الصف الثاني او اللي هم اللي في القاعه دول، اللي هم بالنسبه لهم الموضوع بدا يبقى فيه هبوط بنسبه كبيره. تمام. هو اللعيب فكره بيتغير في المرحله دي. يعني ايه فكره بيتغير؟ هو النهارده عايز يعمل لقاء قدام الاهلي والزمالك عشان ده اخر لقاء السيزون ده، فهو عايز يسوق نفسه للسنه الجديده، فبيبدا تحس ان الفرقه كلها فايقه وكل الفرقه بتجري وكل الفرقه مركزه. حلو حلو. فخلي بالك ان الطموح هنا ان ده اخر لقاء مع مثلا مع النادي الاهلي او مع النادي الزمالك، فلازم يبقى كويس عشان يسوق نفسه للموسم الجديد. حلو. فبتلاقي الطفره دي، وتلاقي اللي احنا ليه بيكسبوا الزمالك عشان هي كده، انا بكسب الزمالك النهارده عشان مستواه. يعني تبرير كويس. يعني انا شايف ده دايما بتبقى كده دايما في الدور التاني غير الدور الاولاني. فانا شايف ان هي بتبقى مش شغل فني قوي قد ما بتبقى الحاجات اللي هي اللاعب بيفكر في نفسه شويه. تمام. تجربه الكابتن علاء عبد العال مع الداخليه في ظل ظروف الداخليه الصعبه جدا كابتن سمير، شايفها ازاي؟ هو مشكله الكابتن علاء ان هو مشي راح ام بي ما وفقش، وبعد كده راح الشرقيه ما وفقش، وبعدين رجع مكانه تاني الداخليه. انا كان رايي ان هو كان قعد. بس هو لما مشي برضو بعض اللعيبه كويسه مشيت معاه، يعني عمرو مرعي وكذا لعيب تاني اللي هم مميزين خصوصا في خط الظهر مشوا معايا. فدي طبعا اثرت على الاداء الفني لفرقه الداخليه لما كابتن فاروق جعفر مسكهم وكابتن اشرف قاسم. طبعا بيلعب بعناصر مش مميزه. فيهم عناصر كويسه، لكن زي ما احنا كلنا متفقين ان الفرقه اللي بتنافس على الهبوط يعني بتبقى 50% لعيبه كويسه و50% يعني منهم ناشئين وصفقات يعني على قد الايد زي ما بيقولوا. طبعا الفترة اللي جاية أنا يعني أتمنى التوفيق للكابتن علاء، إن هو حافظ نادي الداخلية كويس قوي، بيعرف يتعامل، كميته ماشية معاهم، بيعرف يصنع لعيبة. الموقف بالنسبة له صعب، إن هو 23 نقطة سوري عنده 16 نقطة عنده 17 نقطة ترتيبه 16 وعنده 17 نقطة. بالظبط. فهو طبعا بالنسبة له الوضع صعب قوي، هو من ضمن الثلاثة اللي نازلين لغاية دلوقتي. إنما عنده فرصة. احنا بنشوف رضا اتكلم في نقطة مهمة، بيقول لك بعض اللعيبة، وأنا يمكن أنا عانيت من المحل السنة اللي فاتت والرجاء السنة اللي قبليها برضو نفس الشيء، إن اللعيبة بتساوي نفسها في الدور الثاني آخر خمس ست ماتشات. نقطة مهمة. وتلاقي بقى التليفونات مع الوكلاء والسماسرة والكلام ده كله، فبتأثر على أداهم الفني وترتيبهم في الجدول، فبالتالي هم بينزلوا بسهوله. ده اللي هم اللي ما عندهمش اصرار. انما عكسها بقى، هات عكسها بقى في توقيت من الاوقات، ان انت بتلعب مثلا مع فرقه الداخليه او اسوان، فرقتين يعني اتقل شويه من نصر تعدين والشرقيه، او عندهم حلول شويه في الملعب، ان هم يعيدوا الفرقه.
بقى في طفره، في انتفاضه في الدور الثاني. شخصيه اللاعب بتفرق، شخصيه المدرب بتفرق، التعليمات اللي بياخدها، التجربه. مدرب عنده خبرات بينقل اللعيبه خبراته في الظروف دي، ومر عليه الظروف دي الفتره اللي قبل كده، فهو بينقل لهم الاقرب الطرق او الحاله بتاعتهم ان هم يوصلوا لافضل مستوى، افضل حاله ان هم يقعدوا في الدوري الممتاز. انا متوقع ان اسوان والداخليه، كابتن اسام عرابي وكابتن علاء عبد العالي، ان هم عندهم فكر، والدور الثاني هيختلفوا عن بقيه الفرق الثانيه. تمام. يعني في خبر يا جماعه كنا بنتكلم فيه، مباراه المقصه والزمالك، خبر على ذمه اليوم السابع بيقول ان تلقى مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه السيد مرتضى منصور موافقه من المقصه على تاجيل المباراه التي من المفترض ان تقام بينهما يوم الاحد المقبل. انت كنت عارف ضمن مؤجلات الاسبوع، انت كنت عارف ولا ايه؟ لا انا كنت ضمن مؤجلات الاسبوع ال 22 كان لسه معايا كابتن مجدي عبد الغني امبارح، وقال ان مفيش مؤجلات وان احنا ماشيين يعني لسه هنشوف. ممكن يكون اتفاق من الطرفين، احنا هنحاول نتواصل مع اي حد من اتحاد الكوره، اي مسؤول من اتحاد الكوره عشان يوضح لنا صحه هذا الخبر. بيقول ان ارسل ناديها الزمالك والمقصه، ده يعني لسه الخبر بيقول ان ارسل ناديها الزمالك والمقصه خطابا موحدا الى اتحاد الكره بشان طلبهما بتأجيل المباراة لأجل غير مسمى. أجل غير مسمى، على أن يتم تحديد موعد لاحق لتلك المواجهة، ومن المقرر أن يصدر اتحاد الكرة قراره النهائي من عدمه بشأن خوض المباراة خلال الساعات المقبلة بعد طلب الناديين تأجيل المباراة بشكل رسمي. يعني اجل غير مسمى دي مش دي معناها دي ان هو ممكن يلعبوا اللقاء اللي بعده وهو يتاجل بعدها. طب اجل غير مسمى بقى، يعني اجل غير مسمى بقى، يعني ممكن في الصيف اخر ماتش بالظبط كده يترحل المسمى ده، ممكن يرحل اخر. يعني انا مش عارف مصر المقاصه ممكن يعني تطلب تاجيل مباراه ليه؟ نادي الزمالك ممكن يبقى عنده اعذار، لكن في الاول وفي الاخر في لوائح وفي قوانين، وفي يعني احنا ما صدقنا الدوري يمشي، وما صدقنا كابتن مجدي عبد الغني امبارح كان بيقول لي ان الظاهره ان احنا ماشيين الدوري ما فيش مؤجلات، وسالته تحديدا عن لو في ناس بتطلب مؤجلات، في ناس بتنسحب، ناس ما بتنسحبش، يعني بتقابلوا الكلام ده ازاي؟ قال لي يعني بينسيب اللي يتكلم يتكلم، لكن احنا في الاخر بناخد قرارنا الاصح للكره المصريه. اعتقد ان القرار الاصح للكره المصريه هو ان انت تكمل الدوري بمراحله، يعني بترتيبه، زي ما فيش مش شايف ان في مثلا حادثه، مش شايف ان في حاجه لازم نمشي الدوري، ولازم مفيش مؤجلات من وجهه نظر يعني او من وجهه نظر جماهير الكره كلها ان احنا نستكمل الدوري. مفيش حاجه اسمها مباراه تؤجل الى غير لاجل غير مسمى، غير لما بقى بنشوف بقى طياره وقعت، مش عارف حاجه حصلت، بركان، زلزال. نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول، استنونا. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه يعني الكره كابتن سمير، اليد والباسكت والطايره بقوا واخدين حيز كبير قوي من الحياه. خلاص يعني بقينا متشددين او مشدودين قوي للمباراه. النادي الاهلي فرحنا بقى السنه دي في الالعاب دي اللي احنا اتفقنا عليها من بدايه الحلقه. يا رب. وزي ما انت شايف يعني النتائج بتعبر عن نفسها، ونتمنى التوفيق طبعا للنادي الاهلي في الالعاب كلها. يا رب يا رب. يعني يا كابتن رضا، كان اخد برضو رايك في جزئيه كابتن علاء عبد العالي ورجوعه تاني للداخليه في الظروف الصعبه دي. يعني في مدربين كده بيبقى ليهم كيمياء مع فرق معينه. تمام. فكابتن علاء من المدربين دي اللي هو بيعرف يتعامل مع الفرقه. بيبقى ليه، اتوقع ان الفتره اللي جايه هتلاقي الموضوع متغير في مع كابتن علاء. تمام. وهيبقى في نتائج ايجابيه ليهم، وهيغير شكل المنافسه تحت في القاعده. تفتكر هيقعد؟ اتوقع
اتوقع ده، لان بقول لك في ناس كده بيبقى ليها كيمياء معينه مع فرق، واتوقع ان كابتن علاء من المدربين اللي عندهم الكيمياء دي مع فرقه الداخليه. ولكن يمكن حظه في الفرق الثانيه كانت ما كانش كويس في ام بي والشرقيه، ولكن حته ان هو في بينهم الكيمياء اللي اتكلمت عليها دي هي دي اللي هتعمل الفرق الفتره اللي جايه. تمام، بتتفق مع كابتن سمير ان اسوان والداخليه ليهم حظوظ ان هم ممكن ليهم؟ طبعا طبعا معايا. طيب نروح لمباراه الاهلي واسوان. كابتن سمير متوقع المباراه دي ازاي؟ دي مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي طبعا. بيلعب اسوان، مباراه في اسوان، ومباراه بالنسبه لي بقول ان هي صعبه. وجهه نظر ان هي مباراه صعبه ومباراه. كابتن حسام عربي في الكابتن حسام البدري. اه طبعا الاثنين اشتغلوا مع بعض في المنتخب الاولمبي في النادي الاهلي، فالاثنين حافظين بعض. لكن النادي الاهلي طبعا يتفوق الفتره اللي فاتت زي ما اتكلمنا، 5 مباريات متتاليين كسبهم، واحسن دفاع واحسن هجوم، فبالتالي في استقرار سواء من الناحيه الفنيه او الاداريه، فبتساعد النادي الاهلي ان هو يؤدي اداء جيد. تمام. ونتائجه بتدل على ذلك. فرقه اسوان فرقه عايز اقول لك بيبقى عندها طفره هجوميه فتره وبعدين تغيب، عندهم ضغط شويه وبعدين يغيبوا. دي فرقه اسوان يعني معروف بيها كان هي متحمسين شويه، انما ممكن بيفقدوا التركيز بعض الفترات خصوصا من ناحيه الدفاعيه، فالنادي الاهلي ممكن يشتغل عليها. والنادي الاهلي طبعا مميز في الحاجات دي ان هو عنده لعيبه دوليه، وطبعا كابتن تعليمات الكابتن حسام اللعيبه بتنفذ الطريقه والخطه اللي بيلعبوا بيها، فدي ميزه في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت. فبالنسبه له يعني انا شايف ان هي تبقى مباراه صعبه خارج القاهره، انما امكانيات لعيبه النادي الاهلي بتقدر تحسم الموقف والمباريات في الدقائق الاخيره او خصوصا الشوط الثاني. تمام. وجهه نظر ان هي طبعا بسبب ان النادي الاهلي بدنيا واقف على رجله السنه دي، فبيصنع الفارق الشوط الثاني. تمام. عايز تزود حاجه؟ لا، هي القلق بس في حته اللي احنا اتكلمنا عليها في الفتره اللي فاتت، اللي هي حته ان اللاعب بيسوق نفسه. يعني اللعيبه في اسوان هتبقى عايزه تعمل مباراه قويه قدام النادي الاهلي في اخر السيزون، مهم جدا بالنسبه له ان هو يبقى متفوق كلاعب عشان يبقى في فرصه ليه ان هو يروح نادي افضل او مكان احسن. ممكن يبقى طول السيزون مش ماشي بشكل كويس، ومباراه واحده تخليه يبقى في نادي كبير يعني. تمام. فاتوقع المباراه تبقى صعبه على النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي خلاص يعني بلغه الكوره هتبقى هتبقى صعبه طبعا بلغه الكوره، يعني هو راكب الدوري خلاص. تمام. كوره فنيات واحصائيات وكل حاجه، فان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي، بس نخلي بالنا ان المباراه دي بتبقى صعبه جدا. تمام. نروح شايف مباراه سموحه وبيت فيستا. كابتن رضا تروح في اتجاه مين؟ سموحه قدر ان هو يحقق تعادل ايجابي هناك، سلبي هناك 0-0، ممكن المباراه تطلع ازاي في الكونفدراليه اللي جايه؟ عموما الفرق الافريقيه بتبقى لغز، عارف اللي هو ممكن يبقى هناك سيء جدا يجي هنا يبقى كويس قوي، فبترجع ان هي بس حظوظ سموحه ان ما لعبش افريقيا كتير، فما يعرفش الخبرات بتاعه افريقيا ليها حسابات تانية خالص. تمام. غير الدوري وغير البطولات المحليه. السعودي اللي اتعامل معاهم هناك ما هو ممكن هنا تلاقي بتتفاجئ بفرقه تانية خالص. يعني انا قصدي ان الاداء نفسه بيتغير، الشكل يختلف، مفيش حد مالوش سيستم، مالوش سيستم هناك ان انت تقول للفرقه دي مستواها ايه. تمام. فالامور هتبقى صعبه، ولكن سموحه دلوقتي بقى فرقه اللي هي بقت حاطين نفسهم في حته ان احنا اهلي زمالك يعني في الترتيب الكبار، فهم حاطين نفسهم في الحته دي. فدي قلبت شخصيه اللعيبه في نادي سموحه، لعيبه شخصيات ان احنا بننافس على دوري وبننافس على كاس وبنلعب افريقيا، فده هتفرق معاهم ان شاء الله، ويا رب كده ربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله. ان شاء الله. فرقه بيتسيس النادي الاهلي قابلها مرتين الحقيقه، تفوق عليها هنا تعادل، عايز اقول لك نتيجه يعني 1-0 نتيجه ايجابيه، راح هناك تعادل 0-0 وقدر ان هو يصعد على حسابهم، لكن ومن خلالها قابل فرقه سموحه. فرقه سموحه فرقه كويسه تأدي أداء جيد، عندهم عناصر، عندهم حلول، عندهم لياقة يعني على أعلى مستوى، فهم ممكن في القاهرة في اسكندرية ممكن إن هم يفوزوا على فرقة بيتفيس مباراة العودة. طب ممكن البايرن يكسب الريال؟ إن شاء الله يعني. كسب الدور الأول وهيكسب الدور الثاني. اللي عندي فيك أنت عشان تشجع برشلونة. يعني إن شاء الله. وبص باين خلاص. بقول له ممكن البايرن يكسب الريال، قال لي إن شاء الله. البايرن يكسب، البايرن يكسب الريال، يكسب يكسب ثاني زي ما كسب أول امبارح 2-1. بس المباراة صعبة.
المباراه انت عارف بطوله اوروبا المباراه رايح جاي، فممكن لو البايرن جاب جون يصعب. هو عايز جون البايرن لو 2-1. لا البايرن لو جاب جون في الريال البايرن صعب. ممكن المباراه يبقى فيها سيناريو تاني بالزبط. انما الريال لو جاب جون خلاص قتل المباراه بلغه الكوره. انما هيبقى في ند، عارف برضو بايرن عندها حلول، عندها فرقه طبعًا. فرقه طبعا بريشر في نص الملعب، تعبت ريال مدريد الشوط الاولاني اول 25 دقيقه مش عارفين يمسكوا الكوره ومش عارفين يخلقوا نفسهم مساحه، فضيقوا المساحات على الريال مدريد ما عرفوش يعملوا حاجه. 1-0 يكسبوا اصل خلي بالك انا قاعد في وسط كلهم ريال ولا ايه؟ حتى الاعداد قالب ريال. ما انا بقول لك يعني انت شوط بايرن عايز جول بس. الشوط الثاني سهل قوي نوديه جول. الشوط الثاني الريال ليفاندوسكي يعني يرجع، عايز اقول لك 45 دقيقه وان سايد جيم على البايرن عشان اتطرد منه واحد باستثناء تمام ضيعوا بنالتي بعد الهدف الاولاني بالظبط البايرن ضيع بيلن منه لللاف ديل طبعا جول برشلونه رضا. لا ريال مدريد هتكسب برشلونه. طيب وطب يعني لسه بنقول ده بيك بسم الله الرحمن الرحيم ريال مدريد اتكلم على اليوفنتوس. لا هو برشلونه اليوفي تفتكر ان برشلونه ممكن يرجع تاني زي ما عمل مع باريس سان جيرمان؟ ممكن طبعا، فرقه قويه جدا وعنده حلول كتيره جدا وعندهم حظ جامد جدا بس اليوفي وانت بتقروا عليهم يعني مش عايزين بنقولش انا عايز فرقه كسبانه مغلوبه 4-0 مش حد برشلونه يا جماعه يدخل يعمل ماتش ماتش في باريس سان جيرمان تكسب 4 في الكامب نو 5-6 4-0 تتغلب 6-1 في الكامب نو 2 ضربتين جزاء بس لا خلينا نتكلم بموضوعيه ان اليوفي مش هو باريس سان جيرمان في دفاعاته بجد يعني اليوفي مش هيعملوا او مش هيكرروا خطا باريس سان جيرمان. لا انت بتتكلم على قوه برشلونه مش بنتكلم على الفرقه الثانيه عامله ايه. لا بتتكلم على قوه دفاعات برضو الفرقه الثانيه يا رب. لا الحلول في برشلونه رهيبه يعني النهارده انت بتتكلم في عناصر عندك لا هيحل اي لغز. هتبقى صعبه ان انت تعدي بس الفرق مش زي مش نفس الاهداف اللي احنا عايزين نجيبها. احنا بنتكلم ان الفرق هنا اقل بكتير فيقدر يعمل الفرق ده بسهوله ويقدر يكسب يعني. فبرشلونه عنده حلول كتيره جدا واتوقع ان المباراه هتبقى برضه صعبه وبرضه ريال مدريد هتكسب ان شاء الله ونفرح فيك يعني. تفرحوا فيا ان شاء الله برشلونه هيكسب وان شاء الله البايرن هيكسب يعني توقعات يعني. شرفتنا ونورتنا يا كابتن سامي. ربنا يخليك. الوقت جري معاكم بسرعه. الله يكرمك. وانت برضه لسه مش في الفورمه. لا دلوقتي احسن. اسطوره بقى اسطوره يعني لسه يعني. الماتش ده ما شاء الله الاهلي 23-19 ان شاء الله يبقى الفوز من نصيب النادي الاهلي يا رب. ربنا يشرفنا يا كابتن. حبيبي يا كابتن ميدو انا سعيد جدا ان انا معاك وحبيبي ربنا يخليك وكابتن كمونه سعيد جدا ان انا اشوفك النهارده. انت تبقى قلقان ليه وانت معايا؟ عمري ما بقلق بجد؟ انت عارف حبيبي شرفتوني ونورتونا يا جماعه. الوقت عدى معاكم بسرعه وببقى دايما سعيد جدا وانا بصحبتكم. خليكم بعد الفاصل تستنوا نجم محمد فاروق وحصاد 24 ساعه ومع الف سلامه.